من يقلب في صفحات التاريخ فسوف يتوقف أمام محطات بارزة لقيادات استثنائية تعرف جيداً كيف توجه سفينة الوطن وتواجه العواصف العاتية لتحقق تحولاً فارقاً ونقلة حضارية لها ولأبناء شعبها خلال وقت قياسي. كل ما طال الوقت كل ما يعطي الاتحاد قوة ودفعه للعمل والتصميم على الاتحاد وعلى العمل الاتحاد. إمارات سبع منفصلة كان يجمعها فقط حياة البادية، اتحدت جميعها لتشكل اتحاداً وطنياً حمل مشعله ووضع لبنته المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي تحمل دفة القيادة والريادة لتغدو بلاده أول فدرالية عربية متحدة تنافس الدول المتقدمة في مؤشرات التنمية والسعادة لشعبها والوافدين إليها، فصارت قبلة السياحة الأولى في الشرق. الرجال هي اللي تصنع المصانع، الرجال هي اللي تصنع سعادته، الرجال هي اللي تصنع حياته، الرجال اللي هي تصنع حاضرها ومستقبلها، لا المصانع. 33 عاماً خاضتها الإمارات تحت قيادته في سباق مع التاريخ والجغرافيا، سباق مع الزمن. استغلوا وصابروا وصبروا والرفاهية تركوها عنكم. سنوات من ذهب وضع خلالها القائد المؤسس البنية التحتية للإمارات السبع وشكل من رحمها الاتحاد الوطني حتى حول رمال الصحراء إلى أرض خضراء وذهب لا يقدر بثمن. تمنيت الكثير وربنا إن شاء الله يوفق شعب دولة الإمارات لكل ما تمنيت منهم وكل ما رجيت منهم كثر ما حصل وأكثر. رحلة طويلة من العطاء بدأها الشيخ زايد من الصفر حتى تمكن من بناء دولة يشار إليها بالبنان، دولة أصبحت نموذجاً يحتذى به في التنمية والرخاء، في الإدارة والنجاح، في التسامح واحترام الآخر. إنه صانع السعادة وموحد الإمارات السبع الذي بكى وهو يعاهد شعبه عند توليه، ورحل وشعبه يبكيه. الحبيب شعب دولة الأمارات، الكريم شعب دولة الأمارات، الذي يستحق كل عون من هو يكون قائد له أو مسؤول عنه. أسطورة عربية اسمها زايد، القائد المؤسس.